عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. زي ما انتوا شايفين كده احلى كيكة بيضة واحدة. انا بقى بصوا مش بحب ازود البيض في الكيك، كل اللي وصفات الكيك اللي عندي او الكب كيك او التورت ببضاية واحدة بس، يعني اقتصادية جدا. دي بقى سهلة جدا ان شاء الله تعمليها، مش هتاخد وقت ولا مجهود، وشكلها حلو قوي، تشرفك قصاد ضيوفك وهتتاكل اكل. بصوا انا كل شوكة واحدة لابني ده، واحدة لابني ده، يعني واقفين جنبي بصراحة. يعني هي شكلها حلو وطعمها تحفة، ان شاء الله تجربوها ومش هتندموا. تعالي بقى معايا داخل الفيديو تشوف احنا عملنا الحلاوة الجمال ده ازاي ببيضة واحدة. خليكي معايا. اول حاجة المقادير بتاعتي سهلة جدا، كوباية وربع من الدقيق، كوب من السكر، كوباية الا ربع من الزيت، كوباية الا ربع من اللبن، تمام. وعليها بيضاية واحدة ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وطبعا الفانيليا عشان خاطر البيض، ومعلقة كبيرة من الكاكاو. مكوناتي موجودة داخل جوه مطبخ وكل بيت، دي اللي بستخدمها في كل انواع الكيكات اللي عندي. اجيب البولة من غير اي خلاط خالص، اجيب البولة ابدأ احط فيها كوباية السكر عليها كوباية اللبن، وابدأ اقلب كل الخليط الحلو ده مع بعضه لحد ما السكر يدوب. وبعد كده هنزل عليها بكوبايه اللبن، هبدأ اقلب كله بالمضرب اليدوي بدون اي اجهزه، تمام. يعني ان شاء الله كده تعملي احلى كيكه بطريقه سهله ومكونات بسيطه، وبيضايه واحده وعليها طبعا كيس الفانيليا عشان خاطر الزفاره. كل المكونات الكل الحلوه دي اقلبها كلها بالمضرب كده، وبعد كده بحط معلقه كده صغيره من البيكنج باودر على الكوبايه وربع من الدقيق، وكل ده هخلطه مع الخليط اللي فيه البيض واللبن والسكر والزيت، وعليها معلقه كبيره كده من الكاكاو الخام. انا بستخدم كاكاو دريم، بيدي الحلويات طعم حلو قوي، وشركه كويسه يعني جدا. بعد كده ببدا ايه اقلب كل الخليط والمكونات دي كده مع بعضها لحد ما تتجانس، ويبقى الخليط الحلو ده زي الفل اهو، والقوام بتاعي هيبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. ابدا بقى اجيب، انا عملتها في طاجن بايركس وحطيت ورق زبده من تحت، ابدا ادخله على درجه حراره 180، يا دوب يعدي تلت ساعه كده ابدا ايه اطفي عليه النار. الكريم شانتيه طبعا انا كنت جايبه لكم مكوناته بس مش عارفه الفيديو راح فين. كوبايه من الكريمه وعليها ماء مثلج، وبعديها معلقتين من السكر، ومعلقه كبيره من الكاكاو الخام، تمام. كله القوام بتاعه حلو قوي، هيتحط في الثلاجه وهيجمد شويه، يتماسك معايا كده شويه، تمام. بس المكونات طارت، يعني جيت اشوف الفيديو لقيتها طار، فانتوا بقى شفتوا الطريقه، تمام. وهبدا بقى اعمل الصوص الشوكولاته اللي معايا، برضو طريقته سهله. نص كوبايه من الزيت، عليها نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه من الكاكاو الخام، وعليها نص كوبايه من السكر. كل الخليط الحلو ده مع بعضه في الخلاط. انا عامله معاكم قبل كده كذا مره صوص الشوكولاته بس بطرق مختلفه، ان شاء الله تشوفوها في القناه. كل ده في الخلاط لحد ما تشوف القوام بتاعه زي الفل. بصراحه احلى اطعم واحلى صوص شوكولاته ممكن تاكليه. ده بقى العزايم بيه الوش. طريقته سهله ومكوناته بسيطه، طبعا موجوده داخل جوه مطبخ. ابدا اسيبه كده على جنب لحد ما الكيك يبرد ويهدى معايا، تمام. زي ما انتم شايفين كده هبدا بقى اختبره بخلة سنة، عشان بخلة شيش طاووق كده، عشان لو طلعت نظيفه كده هي مستويه وزي الفل. ابدا بقى اجيب ايه كوبايه فيها لبن، وعليها معلقه من السكر ومعلقه من الكاكاو، وابدا ادوبهم كله مع بعض، وابدا اسقي بيها الكيكه. زي ما انتم شايفين كده هي الكيكه هتتشرب من الخليط الحلو ده. وبعد كده هبدا انزل عليها بالصوص الشوكولاته اللي انا عاملاه معاكم، ماشيه معاكم خطوه بخطوه. صوص الشوكولاته ده طلع طعمه تحفه بصراحه، هي الكيكه اصلا طلع طعمها جميل جدا، يعني بصراحه طعمها حلو قوي. ان شاء الله تجربيها وهتقومي تعمليها. ابدا اوزع كده صوص الشوكولاته على الوش لحد ما كله يغطي الوش اللي عندي، وابدا اجيب الكريمه واحطها في الكيس الحلواني بتاعي، وابدا بقى ازين. بقى التزيين ده على حسب راحتك ومزاجك، وكل واحد على حسب ما يحب. ممكن تسيبيها كده خالص، ممكن تاكليها ساده، بس انا حبيت ادلعها شويه، فقلت كده اعمل ايه شويه تشكيله كده فوق الوش، بحيث ان هي يبقى شكلها كده ايه زي التورته. بصراحه طريقتها سهله ومكوناتها بسيطه، وما خدتش في ايدي وقت، وطلعت قرفتها حلوه، يعني طبعا كلكم عارفين يعني ايه قرفتها. المهم هبدا بقى ازين بيها كده من الجناب، و واعمل ليها شكل كده من الحوافي.
انا سبت الكريمه طبعا في التلاجة تتجمد شويه علشان تبقى متماسكه معايا وحلوه وزي الفل. انا بستخدم في الكريمه ماء مثلج، ما بحبش اللبن بصراحه، احس اللي هو الميه بتديله قوام احسن بصراحه يعني. تمام، هبدا بقى اجيب ايه كرات الشوكولاته اللي هي الكريسبي، وهبدا ايه احط عليها كده فوق الوش ايه من يعني عشوائي كده، اللي هي الكرات المدوره دي الكريسبي، وفي منها اللي هو بالسوداني، بس انا النهارده استخدمت اللي هي الكريسبي مقرمشه كده وحلوه. تمام، ابدا بقى ايه اشكل كده فوق الوش. هي شكلها اصلا بصوا الصوص الشوكولاته ده عامل زي النوتيلا، يعني هو شكله زي النوتيلا بس هو طعمه جميل فعلا، ان شاء الله تجربيه. وعملت كده شكل الكيكه، دلعتها شويه، انا زي ما انتوا عارفين انا بحب ادلع الكيكه، مش بسيبها كده ساده، لا يعني لازم انا اخليها عامله نفسها تورته. هبدا برضو اجيب كويرات الشوكولاته اللي هي البيضه الصنطوطه، هبدا احط كده ايه شويه كده على جنب، وعجيب برضو كرات الشوكولاتة اللي هي السمراء، وابدأ احط برضو في الجنب الفاضي ده. تمام، اللي هي الكرات الصغيرة، انا بجيب طبعا الحاجات دي من مستلزمات حلواني، بتنفعني بقى بحطها في التلاجة طبعا عشان خاطر الحر، بتنفعني في كل الحلويات بقى زي ما انت عايزة تشكلي. وانا بعمل حلويات كتير فبصراحة بتنفعني قوي يعني، حلوة قوي. بصوا شايفين شكلها حلو قوي وكيوت، ويعني طلعت زي الفل ما شاء الله عليها، ان شاء الله تجربيها ومش هتندمي. بقى في نهاية الفيديو لو الفيديو عجبكم ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ودمتم في حفظ الله ورعايته وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.